هو المغرب هذا العام عرف زيادة بزاف، يعني المسؤولين زادوا لنا، عجبناهم وما يزيدوا لنا، زادونا ساعة. بحال زعما المغرب عنده مشكل ديال الوقت. المغرب هو البلد الوحيد اللي ممكن يصدر الوقت لاوروبا كلها ويبقى شايط ليه. كتلقى شي واحد في الزنقه كتقول له اش كدير فلان هنا، كيقول لك ودي دير مع مدام عبد السعود وهذه يلاه الجوج والله ما عرفت فين قتلت سبعه السوايع. باغي يقتل سبعه السوايع حيت ما عندنا ما يدار، حيت عندنا البطاله وعندنا مجموعه الاشياء، عندنا مجلود جامعه. خاص هاد الناس يراعيو لينا، خاص المسؤولين يراعيو لينا. زادوا لنا ساعه، زادوا في ليسانس، زادوا في البوطه، شويه يبغوا يحيدوها لينا في رمضان يسحبونا يشربوها. ما فهمتش واقيلا. يعني المواطن المغربي انا الان كنصالح من دوري كفنان وكندوي كمواطن، كنشبه هذوك الناس اللي كيجيو حدا البرلمان ودوك الناس اللي كيغوتوا في الزنقه وكيعتصموا. بزاف الزياده، بزاف ماشي ظرفه. زيدنا في حاجه اخرى ونتفلينا من كنت اخرى. انا ما غاديش نفهم في السياسه كيف كيفهموا فيها المسؤولين، ما نفهمش انا في السياسه كيف كيفهم فيها مثلا رئيس الحكومه، ولكن انا بحكم انني مواطن وفنان كنشوف وكنضرب بمنظور ان هذا الغلاء خصهم يرخفوا علينا منه بزاف، لان جانا بحال شي ذاك الفيضان اللي كان جا لوريكا وغفلها وهزها، كذلك جانا هذا الفيضان ديال ديال ارتفاع هذا الغلاء ديال الاسعار. يعني كنطلب من المسؤولين انهم يرأفوا ويرحموا ويشفقوا من هاد المواطنين.